إغلاق تجاوز 3 أشهر للحدائق العامة والمتنزهات، حظر بسبب كورونا طال فصل الربيع كاملا، وها هو يدخل فصل الصيف. تخفيف إجراءات حظر كورونا اعتبارا من 10 من الشهر الحالي جاء عقب دخول المملكة المنطقة المعتدلة الخطورة وبائيا، لكن الحدائق بقيت داخل دائرة الحظر. توقعات عديدة تلتف حول قرار إعادة فتح الحدائق العامة أمام الزوار من جديد بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر جراء الجائحة الفيروسية. فاستمرار إغلاق الحدائق العامة حتى اليوم يثير تساؤلات عديدة لدى المواطنين الذين يجدون في هذه الحدائق متنفساً لهم ولعائلاتهم، وخاصة مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ باتت جنبات الطرق بديلاً لتنزه العديد من العائلات ذوات الدخل المحدود. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن عودة العديد من القطاعات، برزت مطالبات عديدة تمثلت بإعادة فتح الحدائق العامة وفقاً لآليات محددة. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والراهنة التي يعيشها المواطن، تبقى السياحة الداخلية خياراً صعباً لدى العديد من الأسر والتي تثقل جيوب الكثيرين، بالرغم من الأسعار التشجيعية التي أقرتها وزارة السياحة في مسعى منها لتشجيع السياحة الداخلية والتشجيع أيضاً على زيارة المحافظات. ينضم إلينا حول هذا الملف حسين بني هاني، رئيس بلدية إربد الكبرى. أهلا بك معنا ضيف الأستاذ حسين في أخبار في بعد الخبر. في البداية، يعني التعليمات التي لديكم التي تقتضي بمنع التنزه بشكل عام داخل حدود البلديات، أم أنه الموضوع فقط يقتصر على التنزه داخل الحدائق؟ مساء الخير أخت أريج وللمشاهدين، بارك الله فيك. اللي احنا بنعرف انه الحجر فقط هو على الحدائق العامه، زي ما تفضل التقرير تبعك حكى. الحدائق عندنا مغلقه في محافظه اربد، احنا بنحكي عن بلديه اربد، طبعا فيها ما يقارب 23 حديقه، وفي حدائق الملك عبد الله اللي هي بتتجاوز مساحتها 200,000 متر مربع تقريبا. هاي الحدائق جميعها مغلقه. احنا استغلينا هذه الفتره اخت اريج لاعاده صيانه وتاهيل هذه الحدائق، اضفنا بعض الخدمات ان كان من مراسم الاطفال او مكتبات او مسارح، يعني كان كوادرنا يشتغلوا خلال بهذه الحدائق، وصيانه تامه كانت للوحدات الصحيه للمرافق اللي تابعه للحدائق. نامل انه يكون الافراج قريب ان شاء الله، انه اخواننا المواطنين يعني بيحنوا للحدائق. اللي هلا حاليا بنطلع بنتفرج على الحدائق الموجوده في مدينه اربد، معظم اخواننا المواطنين موجودين في المحيط هذه الحدائق، بيطلعوا وبقعدوا وبيسهروا. فبنامل انه يكون في فتح لهذه الحدائق بالقريب ان شاء الله، واخواننا المواطنين عطله صيفيه، ويعني الناس طيب اللي زي ما تفضلتي وتفضل تقريركم السياحه الداخليه. معلش، التعليمات التي لديكم بمنع التنزه في كل مكان مفتوح، في كل طريق، في كل مكان قريب من الحدائق، الحدائق مغلقة بالطبع، ولكن اليوم في تطبيق لعدم ومنع الناس من التنزه والتجمعات في هذه المناطق؟ لا، احنا ما بنقدر ندخل باخوان المواطنين اللي بيتجمعين، يعني طبعا هذا في لجان، في لجنة مشكلة برئاسة مساعد المحافظ ومن البلدية ومن الصحة ومن الأمن، هذول اللي بيساووا جولات ميدانية على المطاعم وعلى المقاهي وعلى بعض المواقع اللي ممكن يكون فيها تجمهر لبعض إخواننا المواطنين. لكن مش هذاك التدخل اللي بنقدر نتدخل فيهم، الإخوان المواطنين اللي صاف سيارته وهو عيلته وجايب يعني عشان يجلس هناك ويتعشى أو يسهر، ما بنقدر نمنعه يعني نضايقه. فنأمل حتى الحدائق، يعني وصلنا أخت أريج، أنا بقول أنه مواطننا الأردني، يعني إحنا بنحكي عن الغالبية، الغالبية في وعي يعني وفي إحساس أنه بهذه الجائحة اللي إحنا بنمر فيها حاليا، ومعظم إخوان المواطنين اللي بيطلع المطاعم وبيطلع الاستراحات اللي سمح فيها، الناس منتمها، الناس لابسه كمامات، في ناس يعني تستعمل الوقايه العامه، السلام العام بشكل عام. نعم. فبنامل انه اخوان المواطنين هم حريصين برضو على اطفالهم لما بفوتوا على هذه الحدائق، انه ما يكونش في تجمهر، ما يكونش في كذا، واحنا ساعتها بنساعد برضو، يعني كوادرنا موجوده في الحدائق، ان نخفف خلينا نقول التجمهر او الاكتظاظ، يعني نخفف منه.
وتكون هي تجربة، لكن لأنه عطلة صيفية يعني أخوان المواطنين لازم يستفيدوا من هذه المتنزهات، لأنه في ناس بيلاقوا صعوبة بالسياحة أن يخرجوا للمحافظات الأخرى. اسمح لي أرحب عبر الهاتف الأستاذ عبد الفتاح الإبراهيم، مساعد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية. مساء الخير أستاذ عبد الفتاح. اليوم الوضع الوبائي في الأردن جيد جدا والحمد لله على مستوى الإصابات المحلية، ما الذي تنتظره الحكومة بموضوع المتعلق بفتح الحدائق العامة؟ مساء الخير أخت أريج لك والسادة المشاهدين. بالتأكيد أخت أريج، إغلاق أي منشأة هدفه المحافظة على السلام العام والحد من انتشار هذا الوباء. اللجنة الوطنية للأوبئة فتحت العديد من المنشآت، بس كما تعلمين ويعلم السادة المشاهدين أن الحدائق هي مساحات كبيرة وفيها العديد من المنشآت، ومن الصعوبة بمكان ضبط هذه الحدائق من السادة المتنزهين. الآن بالتأكيد الوضع الوبائي يتطلب إعادة النظر بفتح مثل هذه المنشآت، وخاصة أنه إحنا في فصل الصيف والمدارس عطلت وبعض المغتربين عادوا، فالحدائق تعتبر متنفس للإخوة المواطنين. بس الجانب الإيجابي في هذا الموضوع أنه البلديات أخذت متسع من الوقت لصيانة هذه الحدائق وصيانة المرافق الموجودة فيها وإعدادها لاستقبال السادة المتنزهين. طيب اليوم في حال تم فتح الحدائق، وضعتوا جدولة وخطة معينة لفتح هذه الحدائق؟ رح يتم استقبال المواطنين بشكل معين؟ رح يتم مثلا تحديد عملية الدخول للحدائق؟ أماكن لعب الأطفال كيف رح يتم التعامل معها؟ في عندكم تصور في حين فتح الحدائق وفي حال إقرار هذا الأمر من قبل الحكومة، وضعتم خطة لذلك؟ بالتأكيد أختي يعني العزيزة، كما يعني بقية المنشآت ووساط النقل فتحت بالتدريج، وكان مثلا وساط النقل العام كانت نسبة الإشغال 50% ثم ارتفعت إلى 75%، سيكون هناك نسب محددة، وكل بلدية ستتولى تنظيم هذه الحدائق والإشراف عليها وفق التعليمات التي ستصدر عن الحكومة. نعم. طب من السهل يعني عملية ضبط المواطنين في الحدائق برأيك؟ لا يعني ما في شيء صعب، يعني انت بدك تحط تعليمات واضحه ومحدده ويكون جهاز رقابه لتنفيذ هذه التعليمات. كل الهدف المحافظه على صحه الاخوه المواطنين وخاصه في المناطق التي تشهد تجمعات واكتظاظ، يعني تعرف الحدائق من المنشآت التي دائما تشهد اكتظاظ وتجمعات سكانيه. نعم. بالتاكيد يعني راح تكون يعني نسب الاشغال ترتفع تدريجيا حسب الحاله الوبائيه السائده في المملكه. اشكر وجودك معنا استاذ عبد الفتاح الابراهيم، مساعد الامين العام لوزاره الاداره المحليه، شكرا جزيلا لك. اعود من جديد لك مهندس احسان. تحدثت عن بعض الاستعدادات الموجودة للبلديات أو البلدية إربد تحديدا لفتح المتنزهات إذا ما أقر ذلك، أبرز هذه الاستعدادات؟ إحنا زي ما تفضلتي أخت أريج، يعني حدائقنا جاهزة، كانت هي فترة أن نعيد تأهيل هذه الحدائق ونعيد ترتيبها. برضو إحنا جاهزين أنه في حال أنه يعني وصلتنا التعليمات بفتح الحدائق اكيد راح يبلغونا قبل فتره، قبل اسبوع او اسبوعين، راح ناخذ الاحتياطات انه نحدد، لانه في اماكن بالحدائق اللي طبعا اخوان المواطنين بالحدائق خاصه حدائق الملك عبد الله، حدائقنا احنا كبيره جدا مساحاتها، ما بيكونش فيها ذاك الاكتظاظ الكبير غير بحدائق الملك عبد الله طبعا، بس مساحتها كبيره تتجاوز ال 200 دلم. في بعض الاماكن اللي هو في خلينا نقول استراحات فيه المظلات اللي ممكن يتجمع الناس فيها، هذه المقاعد راح احنا نعمل بنفس الطريقه اللي تعاملنا فيها بالمقاهي والمصالح الاخرى، انه يكون في مقعد محجوز والمقعد الاخر يستخدم، ونستعمل اساليب الوقايه انه نشرط على اللي بده يدخل على الحدائق انه يعني الكمامه معه، في مواد تعقيم احنا قادرين نوفرها. احنا بلديه اربد الحمد لله طبعا نفتخر انه الحمد لله احنا معظم المستشفيات والدوائر الحكوميه اللي ما زلنا لحد الان بنقوم بعمليه التعقيم والرش يوميا لكل الدوائر، الاسواق والمؤسسات والمؤسسات الحكوميه حتى البلديه قاعده اللي بتقوم بهذه العمليه، فقادرين انه احنا يعني برضو نسيطر على الحدائق ان شاء الله باذن الله. أريج اذا سمحتي لي بس ملاحظه، والله لم يتبقى لدي كثير من الوقت، ملاحظة. يا مهندس سريعا تفضل.
بارك الله فيك. لا تعقيب على اللي كان الضيف اللي كان قبلي على توقيف العطاءات، بس انا بقترح ان يا ريت ان هاي الرساله تصل لدوله رئيس الوزراء والحكومه المعنيين، انه البلديات يستثنى من طرح العطاءات، البلديات هي بتمول نفسها بنفسها، فاذا صار في مجال وصار عندي دخل ليش اوقف عطاءاتي؟ يعني في عندي انا عطاءات تشغيليه، في شغل لازم اكمله، فهذا الشغل اذا ما كملته في شوارع فتحناها وربطنا فيها مواد اذا ما زفتناها راح تروح بالموسم الشتوي القريب، بما انه البلديات بتغذي ايراداتها هي من وارداتها، فيا ريت تستثنى البلديات، البلديات اللي قادره ان تستقرض او انها في عندها سيوله انها تطرح عطاءاتها. شكرا لك مهندس حسين بنيهاني رئيس بلديه البدا الكبرى، شكرا لك.